حنا خصنا نقوموا بالواجب ديالنا في بلادنا باش ندافعوا عليها في وقت الشده، وباش ننصحوا الحكام ديالها وعلى راسهم جلاله الملك. باش نكون معكم زعما واضح، دين النصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. ها وسيدنا واحد القضيه، انا ما عمرني شفت شي واحد فيه اللطف والتواضع اللي شفتو في سيدنا مع المرجعيه. انا نقول لكم، واحد النهار وقفنا انا وياه نصليو، كان كي يوقفني دائما قدامه. واحد النهار قلب عليا ما لقانيش قانون فين السنكره، ما قال الامام الله اكبر حتى رجعت قدامه. قال لي سي صالا فري ديموكراسي، هذه هي الديمقراطيه الحقيقيه، الناس مصطفون امام الامام. واحد النهار عيطت عليه قلت لي نعم سيدي، هاد الناس اللي كيجيو ديال الامن نهار العيد غير قول لهم يمشيو في حالتهم، راه ما كاين حتى خطر هاد نهار العيد يمشيو يعيدوا مع وليداتهم. قال لي قول لهم انت السي نكره. قلت له سيدي شوف، راه اليوم الجمعه، الا ما بغيتيش تخرج تصلي الجمعه راه ما عليكش، راك صليتي العيد. قال لي السي نكران، تنقول لهم نهار الجمعه ما تسولونيش واش غنمشي نصلي، لان الا سولتوني غنقول لكم اياه واخا نكون مريض. هذا ملككم حافظوا عليه، ما تبقاوش تسمعوا الاشاعات والدور. احنا مسلمين امرنا بالسمع والطاعه في المعروف، وامرنا على عدم الخروج على حكامنا الا اذا راينا كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان. هذا كلام السيد النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كلام ديال عبد الله بن كيران. وهذه هي المرجعيه اللي تنتكلم لكم عليها وتنعاود لكم عليها، وخصنا نبقاو على هذا العهد. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.